كما شيع بمديرية قفل شمر بمحافظة حجاج عثمان شهيد توفيق علي هادي الهرب الذي ارتقت روحه وهو يدافع عن الوطن إلى جانب زملائه من رجال الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا. يتواصل عطاء الدم والتضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن الوطن بكل ما هو غالي ونفيس. ففي مديرية قفل شمر شيع أبناؤها جثمان الشهيد توفيق علي هادي الهارب الذي استشهد وهو يدافع عن تراب الوطن كواجب مقدس، هب كل أبناء الشعب للمشاركة في هذا الشرف والواجب. شيع اليوم مديرية قفل شمر الشهيد البطل توفيق علي هادي الشمري رحمه الله الذي توفى في أحد ميادين العزة والجهاد في المخاء، وأننا على درب الشهيد لسائرون إن شاء الله. المشيعون أكدوا استعدادهم لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال حتى يتحقق النصر ضد الغزاة والمرتزقة. هذا فخر واعتزاز من أن نضحي بهذه الكواكب من الشهداء للدفاع عن الأرض والأرض، وهذا واجب وطني، وكل ما زاد العدوان زاد المدافعين على الأرض وعلى الوطن. جرى موكب تشييع الشهيد توفيق علي الذي استشهد بجبهة المخا من مقربة تيهان عزلة المخلاف إلى مسقط رأسه بعزلة شمرين ليوارى جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بالزفارة منطقة وادي الساعد. من محافظة حجة شرف الشمري اليمن اليوم. نفذت